أولا موضوع إلغاء عقوبة الإعدام ده موضوع قديم، وفي منظمات دولية بتشتغل عليه، وفي منظمات حقوقية بتعمل عليه، والأمم المتحدة بتسعى إليه، لكن ده أمر يتعلق بالشؤون الخاصة بكل دولة، يعني تبقى دي دعوة عالمية وفي ناس تناضل من أجلها، لكن في النهاية السلطة التشريعية في كل بلد هي اللي بتقرر هذا الأمر. طب أنت شايف الأمر في مصر هل يستوجب الاستجابة؟ يعني فيه في مصر حجج مختلفة، من أهمها حجة بتستند إلى أن الشريعة الإسلامية بتتكلم عن القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وأنه من قتل عامدا متعمدا يحكم عليه بالإعدام. فالموضوع له أبعاد دينية وله أبعاد ثقافية وله أبعاد مجتمعية متعلقة بحق اللي تقتل في أنه قاتله إذا كان متعمدا يلقى جزاء الرادع. فدي موضوع مش في يوم وليلة ولا لمجرد الأمم المتحدة قالت كده، وإنما محتاج حوار مجتمعي في المجتمع المصري. هل يمكن الأمم المتحدة خدت القرار ده علشان الأحكام اللي صدرت؟ لا 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 ليس لا أعلم. بقولك دي أنا قلت لك بدأت كلامي بأن دي دعوة تاريخية، يعني منذ قديم الزمن، وهناك من يرى أن القتل ده عقوبة، يعني الإعدام ده عقوبة قاسية وإنه ينبغي أنها تنتهي. التحالف الشعبي خد قرار أخير أو رأي بالنسبة للدخول في التحالفات؟ احنا بنبني تحالف سياسي مش انتخابي، بنبني تحالف سياسي اسمه تحالف التيار الديمقراطي، وبنحاول نوسعه، لكن موضوع مشاركتنا في الانتخابات من عدمه مرتبط بتعديل النظام الانتخابي الحالي. النظام الانتخابي الحالي لا يساعد لا الاحزاب الشبابيه ولا الاحزاب الثوريه ولا الاحزاب اللي بتدافع الفرق انها تشارك في الانتخابات، لانها عاوزه انفاق مالي هائل.